السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. طبعا في هذا الفيديو سوف نتعرف على التقييم الدولي المغربي والمدافع الصلب أشرف داري مع فريق ستاد بريز في مباراة جمعت بين فريق ستاد بريز وفريق أونجي. طبعا سوف نتعرف على التقييم الذي حصل عليه الصخرة الدفاعية أشرف داري في المباراة. قبل البداية في التفاصيل والتعرف على التقييم الذي حصل عليه أشرف داري، أتمنى منك لا تنسى الاشتراك، لايك للفيديو سلكك جديد، وندخل في صلب الموضوع والتعرف على التقييم أشرف داري. أشرف داري المباراة الثانية تواليا يشارك أساسي في تشكيلة فريقه ستاد بريز، وفي المباراة الثانية يقدم أداء خرافي ورائع ويبصم على الهدف الأول له في الدوري الفرنسي بعد تمريرة من اللاعب الجزائري يوسف بليلي، وأشرف داري بالرأس أسكن الكرة في الشباك بطريقة رائعة وبكل سهولة. كما قلت، على الرغم من أنه سجل الهدف لكن أداؤه كان رائعا وجيدا في المباراة، وكانت أغلب تدخلاته ناجحة، وكعادته يبصم على أداء جيد في المباراة ويحصل على تقييم 7.3 كتقييم على أدائه وعلى مردوده، وهذا هو التقييم أعلى ثالث تقييم في المباراة بعد يوسف بليلي واللاعب الذي سجل هدفين. للأمانة أشرف داري يبصم على أداء جيد ورائع في الدوري الفرنسي في أول موسم له وفي أول جولات له مع الفريق. نتمنى أن يستمر هذا الأداء الجيد والرائع، وله كل التوفيق ولجميع اللاعبين العرب والمغاربة والجزائريين، وإلى اللقاء.